السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة خمسة إن شاء الله هناخد مراجعة امتحان فبراير ومارس من ملحق قطر الندى. اللي معايا بقى ملحق قطر الندى يفتح كده الملحق ويلا بينا نحل مع بعض. عندي هنا أول سؤال choose، ده طبعا general exercises on units 7 and 8، دي تدريبات على الوحدتين مع بعض، والامتحان هيبقى على الوحدتين مع بعض 7 و8. وطبعا هم يعني قالوا سؤالين كده اختياري في قلب الحصة سهلين، مش هيبقى في مشكلة خالص، بس انتوا راجعوها كده من أي تدريبات معاكم ومن أي كتاب. تعال نشوف هنا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, do you live in a house or an apartment؟ احنا خدنا انت عايش في بيت ولا عايش في شقة، فهنقول له apartment هي اللي ناقصة. Number two هي اللي هنختارها يعني. Number two, Ali has an earache from his swimming. His ear hurts. ودانه بتوجعه، يبقى عنده ألم في الأذن، فاخترنا earache. Number three, I. وعندي هنا space a bedroom with my brother، يعني أنا أشارك غرفتي مع أخي، يبقى هنا I share. I share. Number four, my brother hurts his ankle at football practice last night. يعني أخويا جرح كاحله في لعب في تدريبات كرة القدم الليلة اللي فاتت، فبختار hurts. ليه اخترنا hurts اللي فيها إس؟ عشان my brother مفرد، وإحنا اتفقنا جمع سادة مفرد زيادة، مفرد زيادة إيه؟ زيادة حرف الإس. Number five, I never sit in that red armchair. It's very uncomfortable. بنقول يعني أنا عمري ما هقعد على الكرسي الأحمر ده، ليه؟ عشان هو غير مريح، فبختار uncomfortable. طيب عندي number six, what's the matter دينا؟ يعني شايفة دينا كده تعبانة، فبسألها مالك يا دينا، فبختار مطر. Number seven, my father invested in howler monkey and wanted to do some research into their family groups. يعني بابا كده مولع بالقرود الهاولر مانكي دي، فهو عايز يعمل بحث عنهم وعن عائلتهم او مجموعات العائلات بتاعتهم، فانا اختار interested in. طيب عندي number 8, in the past في الماضي people used read mats to sit on، كانوا بيستخدموا الحسر في الجلوس عليها، جلوس طبعا واخدناها النوم كمان. number 9, I drink 8 glasses of fresh water a day، يعني انا بشرب 8 كوبايات ميه عذبة في اليوم. Number 10, the mud bricks helped keep homes cool. يعني الطوب اللبن بيساعد على حفظ الحرارة بتاعة البيوت، يخليها يعني كده ايه رطبة. طيب تعالوا نشوف number 11. Number 11 بيقول salted water is the water and seas and the oceans. يعني الماء المالح هو المياه اللي بتكون موجودة في البحار والمحيطات. Number 12, in the countryside houses usually only had one floor. بنقول في القرى البيوت بتكون عادة مكونة من طابق واحد، يبقى بختار floor. Number 13, Does your stomach hurt؟ عندي هنا جزء واحد بس، بنقول Does your stomach hurt؟ عندي number 14، هو بيسألني يعني هل معدتك بتؤلمك؟ number 14، We went to شرم الشيخ last year. طبعا عندي السنة اللي فاتت، يبقى لازم اختار ماضي، فبختار كلمة went. number 15، In the middle of my bedroom there is an armchair with two cushions. عندي هنا بيقول لي في منتصف الغرفة، غرفة النوم، بيوجد كرسي ذو ذراعين بمخدتين. طيب عندي number 16, I have a sore throat, I can't talk. أنا عندي التهاب في الحلق، مش قادر أتكلم. number 17, Ouch, my shoulder hurts. يعني كتفي بيؤلمني. طبعا هنا عندي فيها S، يبقى هنختار حاجة مفرد، فاخترت إيه؟ shoulder hurts، باختار shoulder. طيب number 18, trunk is a very long nose of an elephant. يعني الزلومة بتكون طويلة، بتكون أنف طويلة جدا للفيل، بتكون أنف الفيل اللي هي طويلة جدا. number 19, a blind person is someone who can't see. اللي هو الشخص الكفيف هو شخص لا يستطيع أن يرى.
Number 20 I have a toothache so I will go to the dentist. يعني أنا عندي ألم في الأسنان لذلك أنا سوف أذهب لطبيب الأسنان. يبقى هنا نختار toothache. طيب عندي كمان number 21 I learned from a nurse how to give injections. يعني بتعلم الممرضة إزاي تدي حقن. 22 I cut my knee last night. My grandma put a bandage on it. يعني أنا جرحت ركبتي الليلة اللي فاتت جدتي هتحط لي عليها ضمادة هتلفها لي يعني بضمادة. Number 23 Bacteria are very small things that can make you ill. البكتيريا دي عبارة عن أشياء صغيرة جدا بتستطيع أن تجعلك مريض. 24 honey was first used to treat wounds by Egyptian doctors. العسل هو أول استخدام للشفاء من الأمراض كان بواسطة الدكاترة المصريين. 25 it's important to spend the time with your family and friends. من الهام أن تقضي وقت مع عائلتك وأصدقائك. 26 we took the elevator to the 14th floor. يعني احنا بنركب الأسانسير عشان نوصل للدور الـ14. Elevator. طيب 27 in ancient Egypt doctors often used honey as medicine. في مصر القديمة الدكاترة كانوا بيستخدموا العسل كعلاج أو كدواء. طيب تعال نشوف بقى السؤال الثاني اللي هو الاختيارات. Number one match. We can see a great view from the balcony. يعني نقدر نشوف منظر جميل من البلكون. Number two, when we have a cold, we should stay home. يعني لما بيبقى عندنا برد يجب أن احنا نقعد في البيت. Number three, unfriendly means كلمة يعني غير ودود معناها ايه؟ Not kind to someone. يعني هو مش شخص ودود مع الأشخاص. Number four, she created a fantastic sculptures from the garbage. يعني هو صنع منحوتات رائعة من الكمامة. Number five, we have a big television in the living room. يعني عندنا تلفزيون كبير في غرفة المعيشة. On the wall على الحائط نقول على الحائط there are lots of posters of animals. يوجد الكثير من بوسترات الحيوانات. Number two, do you have a sore throat. هل لديك أو هل عندك التهاب في الحلق. Number three, tusk is نقول a very long pointed tooth. يعني التسك بيكون الناب عبارة عن سنة طويلة و pointed ومدببة. Number four, I don't feel well. أنا لا أشعر أني بخير. Number five, unsafe means يعني غير آمن. دي معناها إيه؟ معناها dangerous خطير. طيب هنا her dog died yesterday. هنقول she was very unhappy. يعني كلبها مات امبارح فهي اكيد يعني غير سعيدة. wound is كلمة جروح معناها ايه؟ معناها an injury that damages your skin. معناها اصابة اتلفت الجلد. number 3 where does it hurt. يعني فين الالم ايه اللي بيوجعك. number 4 احمد has stomach ache. يعني احمد عنده الم في المعده. number 5 I like blogging about unusual homes. يعني انا احب اعمل بلوجر كده عن المنازل الغير عاديه. طيب number 1 what does the home look like. هنقول on the outside. في ماذا البيت يشبه من الخارج. يعني هو من الخارج شبه ايه. I like أو شكله ايه. I have a headache. أنا عندي صداع. number 3 heal means دي معناها ايه. heal means to get better. number 4 she has a cut on her leg. هي عندها قطع في رجليها. number 5 I had a bad nightmare so I was very frightened. يعني أنا حلمت بكابوس مزعج عشان كده أنا كنت خايف جدا. طيب هنا عندي ancient Egyptian used papyrus
to cover the windows and the doors. يعني قدماء المصريين استخدموا ورق البردي أو نبات البردي لتغطية الشبابيك والأبواب. Number two, there were reed mats. يعني كان يوجد الحصر to sit and sleep on. يعني للنوم والجلوس. Number three, do you have an earache? هل عندك ألم في الأذن؟ Number four, it's important to get enough sleep. يعني من المهم إن إحنا ننام كفاية. It's important to get enough sleep. طيب number five, which food is the most popular? يعني ما هو الطعام الواخد أكثر شهرة؟ Number one, ancient Egyptian used mud from the river to make bricks for their houses. يعني قدماء المصريين استخدموا الطين من الأنهار أو من النهر عشان يعملوا منه الطوب اللبن يعني لبناء منازلهم. Number two, my arm is really hurt. يعني دراعتي بتوجعني. Number three, unlucky means something. Unlucky means something bad happens to you without a reason. يعني الحظ السيء معناه حاجة بتحصل لك بدون سبب، حاجة وحشة يعني بتحصل لك بدون سبب. I really like watching television. أنا بحب حقا مشاهدة التلفزيون. Number five, you should do some exercises every day. يعني يجب أن أنت تعمل تدريبات يوميا. Number one, can I have some milk and honey for my cough please. يعني عايز لبن وعسل عشان عنده كحة. I had a bad day. أنا كان عندي يوم سيء at the club في النادي. Number three, my new kitchen is bigger than the old one. يعني المطبخ الجديد بتاعنا ده أكبر من القديم. Number one, four, I met her in Zigazig three years ago. أنا قابلتها في الزقازيق من 3 سنين فاتت. Number five, what is inside the home. ايه اللي موجود داخل البيت. طيب ده كده عندي برضو السؤال التاني. تعال نشوف السؤال التالت وهو الترتيب. Reorder the words to make correct sentences. Number one, اشرف has a sore throat. يعني اشرف عنده التهاب في الحلق. Number two, we moved to a closer apartment. يعني احنا نقلنا لشقة اقرب. Number three, what's the matter رانيا؟ فيكي ايه يا رانيا؟ Number four, the mud bricks made the wall very strong. يعني طوب اللبن بيصنع من الحوائط قوية جدا. Number five, did you have a good day at school؟ انت قضيت يوم حلو في المدرسة. Number six, on the left there is my brother's bed. يعني على اليسار يوجد سرير اخي. Number seven, why is water important for your health؟ لماذا الماء هام لصحتك؟ Number eight, there are many patients in the hospital. يوجد الكثير من المرضى في المستشفى. Number nine, I learned how to change bandage. أنا تعلمت إزاي أغير الضمادة. Number ten, he is unlucky because he missed the bus. هو غير محظوظ لأنه فقد الأوتوبيس. 11, we went to Aswan last year. ذهبنا لأسوان السنة اللي فاتت. 12, I hope my sister will feel better tomorrow. يعني أنا أتمنى أن أختي سوف تشعر بالتحسن غدا. 13, do you have an earache? يعني أنت عندك ألم في الأذن. 14, she has a cut on her arm. هي عندها جرح في إيدها. 15, how does Hani feel today? يعني هاني حاسس بإيه النهاردة. 16, they grew vegetables and kept chickens. هما زرعوا الخضروات وربوا الدجاج. Number 17, they use sun to heat and make energy. هما استخدموا الشمس للحرارة وصنع الطاقة. طيب عندي كمان number 18. She didn't go to school on Sunday. ايه ما رحتش المدرسة يوم الحد. 19, the coach she told us to be careful. يعني الكوتش اللي هو المدرب طلب مننا ان احنا نحترس. 20, can I have some milk please. يعني هل استطيع ان اتناول لبن من فضلك. Number 21, what did the blind man
wanted to find out اللي هم الرجال الأكفاء كانوا عايزين يشوفوا إيه. 22 some types of honey can kill bacteria. بعض أنواع العسل تستطيع قتل البكتيريا. 23 it is important to get enough sleep. يعني بنقول من الهام إن إحنا نحصل على نوم كافي. طيب البنكتويشن عندي U الواي كابيتال في الآخر فول ستوب. What's عندي أبوستروف وفي الآخر question mark. Does it D capital نادر ال N capital. What ال W capital في الآخر question mark. Egyptians ال A capital Nile ال N capital. Yes بعد ال yes في كوما في الآخر فول ستوب. Don't عندي question عندي أبوستروف في الآخر فول ستوب. I ال I capital don't في عندي أبوستروف. IL apostrophe في الآخر full stop. Tank T capital في الآخر full stop. Cairo C capital. Tuesday T capital. طيب عندي هنا بيقول لي mini test 1 on unit 7 and D. ده كده يعني امتحان صغنطط كده. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 she never tries to make friends. She is very unfriendly. يعني هي عمرها ما كونت صداقات عشان هي غير ودودة. Number 2 my mother uses a basket to store vegetables. يعني ماما تستخدم السلة في تخزين الخضروات. Number 3 his ear hurts. He has an earache. يعني أذنه بتؤلمه. هو عنده ألم في الأذن. Number 4 you should spend time with your family. Spend. Number 5 take the elevator to get to the 10th floor. يعني برضو بنركب الأسانسير عشان نوصل للدور العاشر. Number 6 ancient Egyptians used mud bricks to build houses. قدماء المصريين استخدموا الطوب اللبن في بناء المنازل. طيب reorder the words to make correct sentences. Number 1 do you have a sore throat? هل عندك التهاب في الحلق؟ Number 2 she likes blogging about unusual homes. يعني هي بتحب تعمل بلوجر كده عن المنازل الغير عادية. Number 3 I share the bedroom with my sister. يعني انا بشارك غرفتي مع اختي. Banquet with the following I ال I capital وعندي في الاخر full stop. طيب هنا choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 we can use some types of honey to treat wounds. يعني يمكننا أن نستخدم بعض أنواع العسل لشفاء الجروح. Number 2 if you cut your knee put a bandage on it. يعني لو أنت جرحت ركبتك حط ضماد عليها. Number 3 where does it hurt. يعني فين بيوجعك. Number 4 how long did you live in your old apartment. يعني أنت قعدت قد إيه في شقتك القديمة. Number 5 yesterday a strong wind blew and I was very frightened. بنقول امبارح الرياح قوية هبت وإحنا كنا خايفين يعني. Number 6 it's very important to drink plenty of water. يعني من المهم ان احنا نشرب مية كمية كافية من الماء. Reorder the words to make correct sentences. Number 1 what can we use honey for. بنستخدم العسل في ايه. Number 2 my sister has a very long scarf. يعني اختي عندها سكارف طويل جدا. Number 3 I love my new apartment. انا حبيت شقتنا الجديدة. Punct with the following sentence. عمر ال O capital في الاخر full stop. كده خلصنا مراجعة امتحان فبراير ومارس ان شاء الله. ده الصف الخامس. معلش هو الكتاب اصلا الكتابة مش واضحة فيه بس اللي معاه كتاب اللي معاه الملحق هيقدر يحل معانا وانا ان شاء الله هشير الحل كمان على الصفحة والجروب للي حابب يراجع يعني بالورق. بشكركم جدا. نشوفكم ان شاء الله مع الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.